النهارده هنتكلم على حلقة مهيب عبد الهادي اللعيب مع جوميز المدير الفني لنادي الزمالك. مهيب ليه نوعية خاصة في الأسئلة وبيحب ينقش اللي قدامه أيا كان الضيف. هو سأله بعض الأسئلة من ضمنها إحساسك إيه لما أنت خدت الكونفدرالية؟ قال أنا كنت سعيد جدا اللي بطولة زي دي اللي انا اخدها واحصل عليها، كان بالنسبة لي دفعة معنوية كبيرة قوي، وحسيت بمنظر الجمهور اللي كان موجود في المدرج واللي كان موجود في الكونفدرالية. لو ما كنتش خدت البطولة انا قال لك كنت هحزن، وكنت هبقى حسيت ان انا حاجة راحت مني في حياتي يعني. سأله السؤال التاني، مين اللعيب اللي انت حابب يبقى موجود معاك في نادي الزمالك؟ اداله بعض الاسماء من اللعيبه فاختار احمد ريان. هو مقتنع بيه ومقتنع بامكانياته، فهو دي وجهه نظره يعني. دي من ضمن الحاجات اللي هي كانت بارزه مع جوميز. ساله قال له طيب بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك، هل عطيلك فرصه اللي انت السنه الجايه تغير من اللعيبه؟ او قال له طبعا انا في هيكله هتبقى السنه الجايه، في بعض اللعيبه ممكن ما تبقاش متواجده معايا، وفي لعيبه هتاخد فرصه تانيه، لكن هي الموضوع سابق اوانه، وانا حاليا مركز في ماتشات الدوري وماتشات بالنسبه لي قبل الكونفدراليه. راح مني بونتين من راح مني 3 بونت من مباراه سموحه، فبالنسبه لي 3 بونت دولت كانوا مهمين جدا، بس هقدر اعوض الفتره اللي جايه بالنسبه لماتشات الدوري. لكن انا في الاول وفي الاخر مركز حاليا. حتى قال له في السوبر الافريقي، قال له السوبر الافريقي سابق لاوانه اللي انا اتكلم عليه. ده كان حوار انا قلت لكم، كان نقطه برضو من الحوارات اللي هي كانت مهمه مهيب مع جوميز. اشوفكم على خير باذن الله، وان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.